مين؟ يا لوزي، اهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد ورياكشن جديد معاكم مايكل. جربت قبل كده تجيب لوح تلج من الفليزر وترقشه وتبلعه؟ النهارده فيديو بتاعنا اكتر الناس خارقة بتعمل كده حقيقي. محتاج تشجيعكم، اعمل لايك للفيديو وشارك في القناة. مستني تعاتكم الجميلة. بتاكل تلج بترقشه، تحس انها تاكل خيار. شايل اللوصة يا جماعة ولا ايه؟ عايز اعرف. شفت وبلع ورقشها وكل حاجة. تحدي المفاجيع دي يا جماعة من ضمن المفاجيع. حط النص الجاتوه في قطمة واحدة. الزقة دي زقة من هنا على تحت على طول، مفيش هنا بقى اصلا. بالراحة عليا. طب حد يخبط لي على ظهري اكل وقفلي. يا جماعة صوت القرشة قطعها. شوكولاتة خام خام. وانت لو شفت كوباية مية تدخل. وهم بياكلوا كل حاجة في أي حاجة ومفيش. يا جماعة تاكل تلج تلج تلج. طب ايه طيب؟ انا زورو وجعني، انا زورو وجعني، انا اللي بعيد اهو زورو وجعني. اه يا رمزي اه. انتوا بتتحدوا الطبيعة ولا بتتحدونا احنا ولا انتوا ايه طيب؟ طيب ايه طيب؟ ايه ده؟ معنى اشتكت. طب والاكل ده بينزع معاه على طول؟ ما بعديش في اي مكان. تلج. حط الربع الواحد او نصها. نجيب اجالها. قطمه. قطمه. وانت تقعد يوم كامل بتاكل فيها، دول ياكلوها في دقيقة، دي نص دي ربع دقيقة مرة واحدة عشان خاطر بلع واحدة. برافو برافو، انت كسبت وانا تعبت. انا يا جماعة البتاعة بتبقى في الفريزر، هي فيها ميه كده، ايه قطع تلج بين حلويات او حاجات زي كده، ايه بس تلج. عادي يا جماعه تاكل لب يا جماعه، تسالي يا جماعه تاكل تسالي. ايه فين بقها؟
صباعه صغير، جسمها صغير، بياكل كل حاجه تحت، كل حاجه حتى الحلويات يا جماعه ما بيستنوش برضه. القطمه نص واحده على طول عشان تفضل بقى تلحس بقى وتلين بقى عشان تاكلها، تاخد ساعه هم في دقيقه. لو جايبه اتنين يا جماعه تبدل. طب في الاكل قلنا ماشي، لكن في الحاجات التلج برضو يا جماعه بيعملوا تحدي. جابت اجالهم شكل يا جماعه خرافي، شكل يتعب نفسيا. شايلة الحنجرة وشايلة اللوز، شايلة بالعوم اشوف لكم واحدة تخينة بس. الف لون هنا. طب ايه؟ طيب فيش اي وجع هنا او هنا يا جماعة؟ تفتكروا بيتوجعوا بس مش بيبينوا؟ يعني في حاجة غلط. ثلج 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 ثلج، مش حاجة ساعة يعني. انت ممكن تشرب كوباية مية ساعة زورك يوجعك، تنزلك اللوز. دول يا جماعة بيقروش التلج. خش فوت خش فوت. مرتين مرتين اتنين. لو لسه تاني يا جماعه كانها بتاكل مش عارف ايه دي يا جماعه. العصايه مضايقاها، العصايه مضايقاها بتعطلها. اتنين يا لوزيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، محتاج تشجيعكم جدا بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. يا ريت لو حد عنده فيديو معين او فكره معينه حابب اعمل لها رياكشن يقدر يكتب لي في التعليقات، ويقدر يبعت لي الفيديو ده عن طريق الفيسبوك. واستنوني فيديوهات تانيه كتير جدا. مع السلامه.